بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع الاستعداد للامتحان الجهوي ومع الامتحان ديال دورة يونيو 2021 لجهة طنجة تطوان. وصلنا للتمرين الرابع، اللي ما شافش التمارين الاولى يرجع لهم. التمرين الرابع عندنا في الشكل اسفل او اف جي اش متوازي الاضلاع. عندنا او اف جي اش متوازي الاضلاع، ام منتصف او اف، ام منتصف قطعة او اف، الدي المستقيم المار من الجي والموازي للمستقيم اش ام. اذا المستقيم دي هو هذا اللي متقطع موازي اش ام وكيمر من الجي. عندنا السي الدائرة التي مركزها اش، الدائرة السي المركز ديالها اش، وتمر من النقطة يعني الشعاع ديالها هو اش. قال لك نعتبر الإزاحة تي ذات المتجهة أ إف. إذا عندنا واحد الإزاحة تي المتجهة ديالها هي المتجهة أ إف، يعني كتحولنا النقطة أ إلى النقطة إف. السؤال الواحد بين أن النقطة جي هي صورة النقطة أش بالإزاحة تي. مطلوب منا نبينو أن النقطة جي هي صورة النقطة أش بالإزاحة تي. الإزاحة تي اللي كتحول أو إف إلى إف. رسمها بلون مغاير حيت غادي نخدمو بها بزاف هنا. دونك هذه هي المتجهة وهذه هي الإزاحة تي، هي اللي كتحولنا أو إلى إف. إذا حنا باش نبينو أن جي هي صورة أش بالإزاحة تي، غنبينو أن المتجهة أو إف كتساوي المتجهة أش جي، وهادي راه عندنا حيت عندنا أو إف جي أش متوازي أضلاع. هدا سؤال بسيط جدا. غنكتب لدينا أو إف جي أش، أو إف جي أش متوازي الأضلاع. إذا المتجهة أو إف كتساوي المتجهة أش جي، ومنه جي صورة اش بالإزاحة تي. الإزاحة تي هي ذات المتجهة او اف، يعني خصني نلقى او اف كتساوي اش جي، و لقيناها حيت عندنا او اف جي اش متوازي الأضلاع. إذا سؤال بسيط، حدد سي بريم صورة الدائرة سي بالإزاحة تي. إذا هنا بغينا نحدو الصورة ديال الدائرة سي. إذا حنا كنعرفو أن صورة دائرة هي دائرة، صورة الدائرة هي دائرة. خصنا نحدو الصورة ديال المركز ديالها، المركز هو أش. إذا صورة أش راه هي جي، عندنا جي هي صورة أش بالإزاحة تي. وخصنا نحدو صورة أو، صورة أو راه هي إف، حيت عندنا المتجهة أو إف تحول أو إلى إف. اذا هي واحد الدائره غيكون المركز ديالها هو جي والشعاع ديالها هو جي اف وتمر من اف. اذا هنا شنو غادي نكتب؟ لدينا جي صورة اش بالازاحه تي، هذه راه بينا في السؤال الاول. ولدينا اف صورة او، اف صورة او بالازاحه بنفس الإزاحة. إذا صورة دائرة سي هي دائرة سي بريم التي مركزها هو صورة أش اللي هو جي، وتمر من إف. هنا كانت كتمر من أو، دابا تمر من إف. أو لنكتبو وشعاعها، الشعاع ديالها هو جي اف. صافي واضح. اذا الشعاع قطعة. ندوزو دابا للسؤال الثالث. انشئ على الشكل، ما نحتاجو الشكل يجي هنا. انشئ على الشكل النقطة ك صورة النقطة ام بالازاحة تي. اذا صورة ام بالإزاحة تي، إذا عندنا ك صورة ام بالإزاحة تي. هذا كيعني أن أو إف كتساوي ام ك. إذا هذا كيعني أن
المتجهة F كتساوي المتجهة M K. عندنا K صورة M بالإزاحة T، الإزاحة T هي EF كتساوي M K. دانا غادي F كتساوي M K، دانا غيكونو في نفس المستقيم، غناخد نفس المسافة من E ل F. نستعملو البركار من الأحسن ولا المسطرة، وغادي نحط البركار على M وندير نفس المسافة. دابا خصنا نطول هذا شوية. أين أنت أيها الأسود؟ دونك غادي نطولو هاد المستقيم، نتقاطعو لنا مع القوس اللي رسمنا. إذا هذه هي النقطة ك، كصورة أم بالإزاحة التي تحول أ إلى إف. دسول سؤال ب، بين أن النقطة ك تنتمي للمستقيم دي. بغينا نبينو أن ك كتنتمي للمستقيم دي. المستقيم دي هو هذا، كما كتلاحظوا من خلال الشكل راه كتنتمي ليه، ولكن حنا خصنا نبينوها هندسيا، يعني خصنا نعبروا عليها. واضح؟ اذا كيفاش غنبينوا انك كتنتمي للمستقيم دي؟ اذا لاحظوا عندنا صورة اش هي جي، وصورة ام هي ك بالازاحة تي. اذا صورة المستقيم اش ام كنعرفو بالازاحة، صورة مستقيم هو مستقيم يوازي. اذا صورة اش ام هو مستقيم جي ك، يعني يوازي المستقيم اش ام ويمر كذلك من جي. اذا جي ك كيمر من جي، وعندنا دي يوازي اش ام وتا هو كيمر من جي. اذا المستقيم دي والمستقيم جي ك هما نفس المستقيم. واضح؟ وبالتالي فانك كتنتمي للمستقيم دي. واضح؟ نكتبوها. لدينا قلنا ك صورة ام، صورة ام بالازاحة تي، ولدينا جي صورة اش بالازاحة تي. اذا صورة المستقيم اش ام بالازاحة تي هو المستقيم جي ك، هو المستقيم جي ك، بحيث ان قلنا هاد المستقيمين اش ام يوازي المستقيم جي، يوازي المستقيم جي ك. وحنا قالنا في الاول ان هاد المستقيم اش ام راه كيمر من جي وموازي لاش ام. هاد المستقيم دي كيمر من جي وموازي للمستقيم اش ام، وبما ان دي يوازي اش ام ويمر من جي، اذا يقدر يكون هاد المستقيم دي كيمر من هنا، يقدر يكون من هنا، يقدر يكون من هنا، يعني موازي راه ماشي شرط، ولكن اللي مهم هو انه كيمر من جي. اذا مادام كيمر من جي ويوازي اش ام، والجي ك حتى هو كيوازي اش ام، اذا جي ك يوازي المستقيم دي. ومادام مستقيم دي فاذا هاد المستقيمين راه منطبقين، يعني هما نفس المستقيم، هو يمر من جي، فان المستقيمان، المستقيمان دي وجي ك منطبقان، يعني منطبقان يعني هما نفسهما، او المستقيمان نفسهما، وبالتالي ك المستقيم نديروها هكا بالانتماء، ك النقطة ك تنتمي للمستقيم دي. واضح؟ اذا رجعنا للتمرين. اذا هكا وصلنا للنهاية ديال هذا الامتحان. ف
في ربعه ديال التمارين كيف ما شفتوهم تمارين مهمه بزاف، حاولوا ترجعوا ليهم، حاولوا تخدموا دائما الامتحان قبل ما تشوفوا الحل، الحلول راه كاينه في التمارين السابقه. من بعد هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نجمع لكم التمارين كامله في فيديو واحد باش نحطهم لكم في الباج ديال الفيسبوك بالنسبه للصحاب نجمه 6 اللي ما عندهمش الانترنت، وانتم راه تقدروا ترجعوا ليهم وغادي نحط لكم كذلك الامتحان مجموع. اذا ما عليكم الا تدعمونا، الا بغيتوا امتحانات اخرين جداد، اللي عنده شي اقتراح ديال شي امتحان نخدموه يخليه في كومونتير، اللي ما فهمش شي حاجه ولا شي درس بغيتوا تركزوا عليها حيت الامتحان ما بقى ليه والو، خليو لي في التعليق شنو الدروس اللي بغيتوا نخدموهم مزيان، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.